السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا معكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم هاد الجدي أو الجدي أصيب بالعمى، راح تكون عينه بيضاء. هنا أصيب عمى عين واحدة، راي أصبحت بيضاء بهذا الشكل، عليها غشاء أبيض. وهنا باش يعالجوا هاد العمى نتاع اللي يصيب الغنم والماعز، من المرة يستعملوا في هذه الوصفة ورقة تبغ. تبغ تحضر ورقة تبغ، لازم تكون ما مرش في أي مصنع ورقة تبغ، بعدين تسحقها وتديرها في قارورة كيما هذا الشكل، وتصب عليها الماء، بعدين تقطرها للماعز هنا. بسم الله، بهذا الشكل. هي حارة جدا، هنا نقطر عليه بهذا الشكل. هنا راه أصيب بالعامة في عين واحدة، كيف راكم تشوفوها هنا عينه أصبحت بيضاء. العام الماضي عيونهم كلها أصبحت بيضاء، حتى أنهم ما بقاوش يعرفوا حتى الطريق. استعملت لهم التبغ، هذه الشمة، قطرات من التبغ 3 مرات 3 أيام، وشفيت أعينهم بهذا الشكل. هنا راي عينه بيضاء، عليها غشاء أبيض. هنا راي راه يشفى. أنا استعملت له هذه الشمة من الأمس، اليوم راه زال، أصبح أبيض قليلا فقط، راه زال. كانت بيضاء جدا، بيضاء مثل هنا كان. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه كالعادة.